ورحمة الله وبركاته. طبعا علم الحجامة علم واسع كبير ومدارس كبيرة عفوا كثيرة. هناك المدرسة الصينية والمدرسة الشعبية والمدرسة الألمانية والروسية والصينية والهندية والنبوية. فأخير وأسلم مدرسة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نرى الكل يدعي انه يتبع مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعليا لما نراه بالفيديو والامور هذه الفيديوهات خلاف حجامة النبي صلى الله عليه وسلم او مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لدي يعني قاعدة او مدرسة خاصة في انا له. معلش ضيفنا شرح اللي هي تشريط بسيط، خروج دم قليل، سرعة في الاداء، وسحب ليس بقوي. فهذا يعني يكون يعني مفيد لك وللمريض. فهناك إسراف في كيفية عمل الحجامة، الإسراف في كيفية عمل الحجامة، من حيث نجد أن الكؤوس كثيرة أكثر من يعني 20-25 كأس، وهناك إسراف في عملية التشريط، تشريط بليق وليس سطحي، وأيضا الإسراف في إخراج الدم المبالغ فيه كميات كبيرة. جلوس مع المحجوم أكثر من نص ساعة 45 دقيقة وهو يخرج الدم الذي من بدن المريض بحجة كلما دخل خرج دم كثير، يعني أنت قاعد تستفيد. هذه مفاهيم خاطئة، والله أن يكون نقطة على الجرح ويستفيد الشخص. فأيها المعالجون يعني اتقوا الله في أنفسكم وفي مرضاكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.